هو حديث قال فيه أن الاتحاد هو أقوى فريق في السعودية. Tout à fait d'accord avec la description. أول شيء أنا متفق معك، كلامك صحيح بأن نادي الاتحاد، أتوقع بأن نادي الاتحاد هو أقوى فريق في السعودية، يعني وما تأهل لنصف نهائي كأس آسيا بالصدفة، بأن الشيء اللي هو مستحق، أتوقع بأن نادي الاتحاد نادي من أحسن الأندية في السعودية وأفضل نادي. إذا كنا بننافس على الدوري إحنا نحتاج الفوز في المباراة هذه، ونحتاج كل اللاعبين يكونون يكونون جاهزين للمباراة ويكونون في أكمل الجاهزية عشان نفوز بالمباراة وننافس على الدوري. أتوقع كل مدرب يحتاج كل المجموعة ويحتاج جاهزية اللاعبين كلهم بأكملهم، خصوصا اللاعب اللي راجعين من الإصابات، وما ننسى بأن اللاعبين الدوليين، برضو نحتاجهم، ونتمنى بأن يرجعون إن شاء الله ويرجعون في كامل صحتهم وعافيتهم عشان يشاركون معنا في المباراة. هذه مباراة مهمة أكيد بأن هذا الشيء مستحيل، لأن اللاعبين الدوليين عندهم مهمة وطنية، وهذا شيء يعني مو لنادي الشباب، هذا الشيء مثلا اللاعبين الدوليين حتى في كل الأندية، لا نادي الاتحاد ولا كل الأندية في السعودية. أكيد بأن كل مدرب يحتاج 5 لاعبين عشان يجهز للمباراة 5 أيام، ولكن هذا الشيء اللي هو مستحيل، وحنا نحترم الرأي هذا، يعني متوقعين الأشياء هذه.